بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنبدأ إن شاء الله مع بعض منهج مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول. معاكم ناصر سالم. إن شاء الله هنبدأ الوحدة الأولى في مادة الرياضيات، واللي بتتحدث عن الجبر والعلاقات والدوال. أول درس عندنا وهو حل معادلات الدرجة الثانية في متغير واحد. خلينا كده نبدأ ندردش مع بعض عن أنواع معادلات الجبرية، أنواع المعادلات. يبقى أنا هقول هنا أنواع المعادلات الجبرية. أول حاجة من أنواع المعادلات الجبرية من حيث عدد المتغيرات، من حيث عدد المتغيرات. أنا أقدر أقسم المعادلات الجبرية من حيث عدد المتغيرات إلى عدة أنواع. النوع الأول معادلات جبرية في متغير واحد أو في متغيرين أو في ثلاث متغيرات. دي أقصى حاجة هتاخدها حتى الصف الثالث الثانوي. يبقى أنا عندي معادلات الجبرية من حيث عدد المتغيرات، معادلات جبرية في متغير واحد، معادلات جبرية في متغيرين، معادلات جبرية في ثلاث متغيرات. زي إيه المعادلات الجبرية في متغير واحد؟ زي إيه؟ زي مثلا لما أجي أقول لك د س هيساوي س زائد 5، أو د س هيساوي 2 س تربيع زائد 3 س ناقص 4، أو د س هيساوي س تكعيب ناقص 2 س تربيع زائد 4، وهكذا. يبقى هنا ايه؟ عدد المتغيرات في المعادلة الجبرية هي المتغير س. يبقى دي بسميها معادلة جبرية في متغير واحد، معادلة جبرية في متغير واحد. طيب المعادلات الجبرية في متغيرين، اما اقول لك د س يساوي مثلا س تربيع ص زائد 5 ص زائد 3 س، يبقى انا عندي هنا متغيرين، المتغير الاولاني س والمتغير الثاني ص، يبقى ذلك بسميها معادله جبريه في متغيرين. طيب المعادلات الجبريه في ثلاث متغيرات زي د س يساوي مثلا س تكعيب زائد 3 س ص تربيع زائد 5 ع زائد 4 ص ع تربيع، يبقى انا عندي المتغير س والمتغير ص والمتغير ع، فبطلق عليها معادلات جبريه في ثلاث متغيرات. واضحه كده؟ طيب اللي احنا هندرسه في اولى ثانوي ايه؟ المعادلات الجبريه في متغير واحد، المعادلات الجبريه في متغير واحد. طيب هل لها انواع المعادلات الجبريه في متغير واحد؟ هل لها انواع؟ ايوه، المعادلات الجبريه في متغير واحد لها عده انواع. يبقى انواع المعادلات الجبريه في متغير واحد. ايه انواعها؟ بنطلق عليها معادلات او معادلة الدرجة الاولى في متغير واحد، او معادلة الدرجة الثانية في متغير واحد، او معادلة الدرجة الثالثة في متغير واحد، وهكذا. زي ايه معادلة الدرجة الأولى في متغير واحد؟ معادلة الدرجة الأولى، يعني ايه الدرجة أصلا؟ الدرجة دي بطلق عليها ايه؟ أعلى أس أو قوة، أعلى قوة أو أس يأخذها المتغير. يبقى انا بحدد الدرجه حسب اعلى اس بياخدها الايه؟ بياخده المتغير. زي المعادله الد س لما بتساوي 3 س زائد 5، اعلى اس عندي ايه؟ اعلى اس لقيمه المتغير س هي الواحد، اعلى اس للمتغير س هي الواحد، فلذلك بسميها معادله الدرجه الاولى، ولذلك او بطلق عليها المعادله الخطيه. المصطلح ده مهم جدا، المعادله الخطيه. ليه سميناها الخطيه؟ لان لما تيجي تمثلها على المستوى الاحداثي بيديني خط مستقيم، بيديني خط مستقيم. معادله الدرجه الثانيه زي ايه؟ د س هيساوي 2 س تربيع زائد 5 س ناقص الواحد، اعلى اس للمتغير س كام؟ 2، لذلك بسميها معادله الدرجه الثانيه او بنطلق عليها الايه؟ المعادله التربيعيه. ودي بتتمثل بيه على خط الاعداد لان مهمه جدا جدا بالنسبه لنا، بتتمثل بقطع مكافئ. قطع مكافئ يعني ايه؟ يعني بيبقى بهذه الصوره، قطع مكافئ بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذه الصوره، او بيطلع قطع مكافئ بيبقى كده. امتى يكون القطع المكافئ لاعلى؟ ده بسميه قطع مكافئ لاعلى وده بسميه قطع مكافئ لاسفل. امتى يكون القطع المكافئ لاعلى؟ اذا كان معامل السين تربيع موجب، يعني الاثنين دي قيمه موجبه يبقى القطع المكافئ لازم يكون لاعلى، او ولو معامل السين تربيع قيمه سالبه القطع المكافئ اتجاهه هيكون لايه؟ اتجاهه هيكون لاسفل. خلينا نمسح الكلام ده. معادله الدرجه الثالثه بقى، معادله الدرجه الثالثه زي الدال س يساوي س تكعيب ناقص واحد، اعلى اس للمتغير س كام؟ 3، يبقى دي بطلق عليها معادلة الدرجة الثالثة أو المعادلة التكعيبية. تاني يبقى احنا قلنا أنواع المعادلات من حيث عدد المتغيرات، معادلات جبرية في متغير واحد، معادلات جبرية في متغيرين، معادلات جبرية في 3 متغيرات، وهكذا. احنا أقصى حد عندنا في لحد ثالثة ثانوي المعادلات الجبرية ذات ال3 متغيرات. هناخد احنا في اولى ثانوي المعادلات الجبريه ذات المتغير واحد، وهي عده انواع. معادلات جبريه ذات متغير واحد من الدرجه الاولى، يعني اعلى اس لقيمه المتغير او اعلى اس للمتغير هيكون قيمته واحد، بحيث ان هنا ايه؟ ان لازم القيمه او معامل الس لا يساوي صفر، فلو ساوت الصفر هيديني ايه؟ الداله الثابته، بيديني الداله الثابته اللي هي الدال س تساوي 5، دي بطلق عليها الداله الايه؟ الداله الثابته. ودي النوع الرابع، يبقى النوع الرابع الداله الثابته اللي هي لا يوجد فيها متغيرات من الاساس ولكن يديني قيمه ثابته. معادله الدرجه الاولى، معادله الدرجه الثانيه، ومعادله الدرجه الثالثه. متهيألي واضحه جدا جدا العمليه. يبقى تسمى المعادله الف س، يبقى دي الصوره العامه ليها، الف س زائد بطلق عليها المعادله الدرجه الاولى في متغير واحد او بطلق عليها المعادله الخطيه، والالف لا تساوي صفر. لو الالف ساوت صفر هيديني معادله او المعادله الثابته. المعادله النوع الثاني من المعادلات اللي هي الف س تربيع زائد ب س زائد ج، ودي بسميها معادله الدرجه الثانيه في متغير واحد او المعادله التربيعيه. لو الالف ساوت صفر بيرجعني للمعادله من الدرجه الاولى. بعد كده المعادله من الدرجه الثالثه قيمه الس او قيمه الاس الخاص بالمتغير يساوي 3، فبسميها معادله الدرجه الثالثه. المعادلات بنستخدم معاها حاجه اسمها حل المعادلات. حل المعادلات يبقى ايجاد قيم المتغير اللي موجود عندي، ده بسميه ايه؟ بسميه حل المعادله. والناتج اللي بيطلع لو قيمه واحده او عده قيم بسميها ايه؟ بسميها مجموعة الحل زي ما درسنا قبل كده، وبطلق عليها كده اختصارا م ح، وبحط العناصر داخل ايه؟ داخل اقواس المجموعة. انا عندي طريقتين للحل. الطريقة الاولى عن طريق تحليل المعادلة، تحليل المعادلة وسواها بالصفر، بحل لان هي المعادلة اساسا بسواها بالصفر الاول وبعد كده بحللها واطلع قيمة الايه؟ واطلع قيمة السين. الطريقة الثانية لو التحليل ما نفعش او المعادلة ما تتحللش، بس بحلها عن طريق القانون العام. القانون العام وده في منتهى الأهمية، ان انت لازم تكون ايه؟ لازم تكون حافظ هذا القانون. القانون بيكتب ازاي؟ السين تساوي سالب ب، سالب ب اللي هي معامل السين، يبقى سالب ب زائد أو ناقص الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 أ ج أ اللي هي معاملة س تربيع وج اللي هي بطلق عليها الحد المطلق على 2 أ، وده هيديني قيمتين، قيمة مرة بالموجب وقيمة مرة بالإيه وقيمة مرة بالسالب. مهمة جدا 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 القانون. الطريقة الثالثة معلش الطريقة الثالثة في حل المعادلات بطلق عليها الإيه؟ الطريقة البيانية. الطريقة البيانية، يبقى أنا عندي 3 طرق. الطريقة الأولانية لحل المعادلات وهي طريقة التحليل. 2 طريقة القانون العام اللي هو ده، القانون العام اللي هو ده وهنحل عليه. الطريقة الثالثة بسميها الطريقة الايه؟ الطريقة البيانية. الطريقة البيانية. يبقى دول 3 طرق مهمين جدا في حل المعادلات، يعني ايجاد قيمة ايه؟ ايجاد قيم س، ايجاد قيم س اللي بتخلي المعادلة تساوي 0. ماشي؟ نبدأ ناخد بقى شوية أمثلة. ناخد الخط اللون الأسود كده. طيب بيقول لي اوجد مجموعة حل المعادلات الآتية. المعادلة الأولى اللي هي س تربيع زائد الس هتساوي 0. يبقى أنا إيه ممكن أحلل إزاي ديت؟ إن أنا آخد عامل مشترك س، يبقى س هيتبقى هنا س وهيتبقى هنا 1 هتساوي 0. أنا عندي ده قوس وده قوس مضروبين في بعض بيساوي 0، يبقى إما هتقول له إما القوس الأولاني اللي هو س هتساوي 0 أو القوس التاني اللي هو س زائد 1 تساوي 0. منها دي س هتساوي 0 خلاص، وهنا أو الس هتساوي إيه؟ السالب 1 ده طلعه بره هيديني سالب 1، يبقى مجموعة الحل هتساوي الإيه؟ 0 والسالب 1. مجموعة الحل هتساوي 0 وسالب 1. ناخد رقم 2. س تربيع زائد 16 تساوي 0. يبقى ديت ايه؟ هل تتحلل؟ مش هتتحلل. يبقى انا ممكن ايه؟ ممكن اطلع ال 16 بره، يبقى س تربيع هتساوي سالب 16. طيب لما احل س تربيع يساوي قيمه، يبقى الس لوحدها هتساوي ايه؟ هتساوي زائد او ناقص الجذر سالب 16. هل أنا عندي قيمة حقيقية في الأعداد الحقيقية تطلع لي جذر بالسالب؟ لا. يبقى هنا السين لا تنتمي إلى ح، يبقى هنا السين لا تنتمي إلى إيه؟ إلى ح، يبقى لا يوجد، مهم أوي دي، لا يوجد حل فين؟ في ح. يوجد حل في مجموعات تانية، إنما إحنا أقصى مجموعة أخدناها حتى الآن هي مجموعة الأعداد الحقيقية والجذر سالب 16 عدد غير حقيقي، يبقى هذه المعادلة لا يوجد لها حل في ح. آخد مثال كمان. 3 بيقول لي 4 س تربيع ناقص 9 تساوي 0. ممكن أطلع ديت طالما قيم ثابتة أطلعها بره، يبقى 4 س تربيع هتساوي 9. طيب أنا عايز الس تربيع لوحدها، يبقى 9 على 4. طيب يبقى الس هتساوي إيه؟ زائد أو ناقص الجذر التربيعي ال9 على 4. يعني س تساوي زائد أو ناقص جذر 9 3 وجذر 4 2، يبقى زائد أو ناقص 3 على ال2. زائد أو ناقص 3 على ال2 ده عدد حقيقي، يبقى س القيم الحل بتاعتي بتنتمي إلى ح، يبقى لها حل، يبقى مجموعة الحل بيساوي إيه؟ 3 على ال2 وسالب 3 على ال2. ناخد مثال كمان. 5 يبقى السين زائد 5 على السين هيساوي 4. دايما مفيش حاجة اسمه متغير في المقام، مفيش حاجة اسمه متغير في المقام. طيب وعشان أتخلص من متغير في المقام بضرب حدود المعادلة، بسميه حد المعادلة، وده بسميه حد المعادلة، وده بسميه حد المعادلة. فلما بقول أضرب المعادلة في س، يبقى هضرب الحد ده في س والحد ده في س والحد ده في س. ماشي كده واضح؟ يبقى هنقول ايه؟ هنضرب في س. لما اضرب السين في السين هيديني السين تربيع. لما اضرب ديت في السين، السين هتروح مع السين هيديني 5. لما اضرب ده في السين هيديني 4 س. نخلي المعادلة صفرية، يعني اجيب كل الحدود في طرف واحد، يبقى س تربيع ناقص 4 س زائد 5 تساوي 0. هل ده يتحلل؟ خلينا نشوف. تساوي صفر. يبقى هنا س وهنا س، العددين اللي يدينا حصل ضربهم 5 والفرق بيناتهم 4، في عندي 5 في 1 ب5. طيب الحد الاوسط بياخد اشاره الكبير والباقي هيبقى متغير، طالما هنا موجب يبقى هيبقى ايه؟ هنا هيديني سالب 5 بس الضرب هنا هيديني سالب 5. يعني انت ملاحظ هنا ايه؟ لو انا ضربت الحد ده بيديني الحد الاخير سالب 5 في 5 بيديني سالب 5، هنا موجب 5 مش سالب 5. يبقى التحليل ايه؟ التحليل غلط. واحد يقول لي بعد الخطوات دي، بعد الخطوات، ما هي دي مسائل، مسائل انا بجرب الحل اللي انا ماشي فيه، ما طلعش مظبوط خلاص بلغيه وابدا احل حل جديد اخر. يبقى هنا التحليل مش هينفع، التحليل مش هينفع، يبقى لازم تتحل بايه؟ لازم احل هذه المعادله باستخدام القانون. يبقى نحل المعادله باستخدام القانون يا كابتن. س تربيع ناقص 4 س زائد 5 نحلها كده باستخدام القانون. يبقى انا عندي ايه؟ س تربيع ناقص 4 س زائد الخمسه تساوي صفر. هنا الالف هيساوي 1، الباء هيساوي سالب 4، الجيم هيساوي 5. يبقى القانون بيقول لي س تساوي سالب ب، هي سالب 4 يبقى يديني 4 زائد او ناقص الجذر التربيع، الب تربيع يعني هيديني 16. ب تربيع زائد 4 ألف ج ولا ناقص 4 ألف ج؟ ناقص 4 ألف ج، يبقى ناقص 4 في ألف ب1 في الجيم ب5 على 2 ألف، يعني 2 في 1. يبقى السين هيساوي 4 زائد أو ناقص الجذر التربيعي، هنا 16 وهنا 4 في 5 بسالب 20، بسالب 20 على الاثنين. هنا هيديني جذر سالب لو لاحظت، يعني هنا س تساوي 4 زائد او ناقص الجذر سالب 4 على الاثنين. يبقى ده، هل القيمه دي ده يكون لها قيمه في ح؟ لا. يبقى نقدر نقول له ايه؟ ان مجموعه الحل هتساوي ايه؟ هتساوي الفاي. يبقى مجموعه الحل هتساوي الفاي. طيب ناخد مثال كمان. يبقى 6 على الس ناقص الس يساوي 5 على الاثنين. طيب قلنا مفيش قيمه في المقام، طبعا انا عندي قيمتين الس والاثنين، يبقى انا هضرب في 2 س، يبقى انا هضرب في 2 س افضل عشان اظبط المعادله. لما اضرب ده في 2 س هيديني ايه؟ 12 فقط، والس هتروح مع الس، وهنا 2 هيبقى يديني 2 س تربيع، وهنا الاثنين راحت مع الاثنين فهيديني 5 س. نخليها تربيعيه، يبقى مفيش حاجه اسمه التربيع تخليه سالب. يبقى انا دي هودي هنا دي هنا في الناحيه الثانيه وال 12 في الناحيه الثانيه، يبقى هيدينا 2 س تربيع. دي ما اتحركتش، يبقى زي نفس الاشاره 5 س، دي اتحركت يبقى غير اشارتها ناقص 12 تساوي صفر. هل دي تتحلل؟ نشوف. يبقى انا هنا في المعادلات س تربيع قدامها عدد بستخدم المقص افضل. يبقى انا عندي 2 س وادي الس، يبقى هيدينا الحد الاولاني 2 س تربيع. انا عايز سالب 12، سالب 12 يعني ايه؟ نجرب كده ال 12، ممكن 6 في 2، 3 في 4، 12 في 1، نجرب ال 3 في 4. يبقى سالب 3 في 4، هنا 4 في 2 ب 8، 8 ناقص 3 يبقى 5. هل هو الحد الاوسط؟ مظبوط، يبقى جت من اول محاوله بشكل مظبوط. باخد ايه؟ باخد ديل مع راس وباخد ديل مع راس واحطهم في قوسين بنفس الاشاره. يبقى 2 س ناقص 3 في س زائد الأربعة ده يساوي صفر. يبقى تقول له إما الاتنين س ناقص التلاتة تساوي صفر، أو الس زائد الأربعة هتساوي صفر. منها ديت 2 س، التلاتة تطلع بره، يبقى الس هيساوي 3 على الاتنين، أو الس هيساوي سالب 4. كلها قيم بتنتمي إلى الحا. يبقى مجموعة الحل هيساوي 3 على الاتنين وسالب 4. 3 على 2 وسالب 4. طيب يبقى احنا كده ايه؟ يبقى احنا اخدنا الطريقه الاولى اللي هي طريقه التحليل وطريقه استخدام القانون العام. الطريقه الثانيه بقى او الثالثه بمعنى اصح، وهي حل معادله الدرجه الثانيه بيانيا باستخدام الرسم البياني. خلينا نبدا ناخد مثال كده. بيقول لي حل المعادلة س تربيع زائد س ناقص 6 تساوي 0 بيانيا، ثم تحقق من صحة الحل في الفترة كام؟ في الفترة سالب 4 و4. عشان أحل المعادلة بهذه الصورة بكون جدول، يبقى آدي الجدول بتاعي هنا قيمة السين وهنا الناتج بتاع اللي هو الدال س أو الصاد، الدال س أو الصاد، يبقى أنا عندي الدال س هتساوي س تربيع زائد الس ناقص 6، يبقى دي المعادلة اللي موجودة عندي. أنا هحط الفترة بتاعتي هنا، الفترة بتاعتي كام؟ يعني ممكن أقول 4، يعني ببدأ من 4 بعديها 3 2 1 0 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، يبقى دي القيم اللي موجوده ايه؟ القيم اللي موجوده عندي. ببدا احسب بقى، بحسبها يدوي وممكن استخدم الاله الحاسبه. خلينا كده نبدا ان حتى نشرح الاله الحاسبه مباشره هنا عشان اكون جدول لهذه المعادله باستخدام الاله الحاسبه. بضغط على ايه؟ بضغط على سيت اب وبختار رقم 7 تيبل. هنا بكتب المعادله، انا عايز اكتب هنا ايه؟ س تربيع، يبقى س تربيع بضغط على الفا وبضغط على علامه السهم دي اللي هي اكس، شايف الاكس الحمراء ديت، يبقى بضغط على اكس. طب انا عايزها اكس تربيع، يبقى انا بضغط على اكس تربيع خلاص. زائد انا عايز اكس، يبقى انا بضغط على الفا واكس ناقص 6، يبقى ادي المعادله بتاعتي اللي موجوده عندي، ادي المعادله اللي موجوده عندي. بضغط على يساوي، دخلت المعادله، بضغط على يساوي، هنا بيديني قيمه معادله ثانيه. ما احنا مش محتاج معادله ثانيه، انا المعادله الاولانيه كفايه، يبقى بضغط يساوي من غير ما ادخل اي حاجه. بيقول لي قيمه ستارت، انت هتبدا بكام معايا؟ يبقى انا هبدا هنا بسالب 4، يبقى انا هقول له سالب 4 واضغط يساوي. القيمه الاند، القيمه الاند عندي 4، القيم اللي انا دخلتها دي يساوي الستيب، يعني انا عايز الخطوه بكام؟ هنا الخطوه بواحد، 4 3 2، يبقى انا محتاج الخطوه بواحد، يبقى اكتب له الخطوه بواحد، الخطوه بواحد يساوي. يروح عاطيني الجدول بشكل ايه؟ عاطيني الجدول بشكل مباشر، يبقى انا هنزل كده شايف الجدول كله اهوت بشكل كامل. الجدول بنزل بالسهم بتاع السهم اللي موجود عندي ده واطلع فوق زي اللي موجود عندك خلاص. يبقى انا كتبت القيم اهيت. خلينا ناخد لون تاني عشان نرسم، برسم الجدول ده. يبقى انا بقى ادي باخد الاحداثيات بتاعتي اهيت، انا باخد الاحداثيات. طبعا الرسم على الكمبيوتر يبقى صعب شويه، ناخد الاحداثيات هنا. ادي 1 2 3، اكبر قيمه عندي اللي هي للسين، للسين 4، وهنا سالب 1 سالب 4، هنا 1 4 5 6 لحد 14 بقى، بكمل هنا. الله يديك العافية بقى. وهنا ادي سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، ادي سالب 5، ادي سالب 6. حط القيم. 4 كانت ب 14، 4 كانت ب 14، نعتبر 4 14 هنا مثلا. 3 كانت ب 6، ادي 3 كانت ب 6. 2 كانت بصفر، ادي 2 كان بصفر. 3 كانت بستة، 2 كان بصفر. 1 كان بسالب 4، ادي 1 كان بسالب 4، او 1 كان بسالب 4 هنا معايا. سالب 1 كان بسالب 6، سالب 1 كان بسالب 6، ادي سالب 1 كان بسالب 6. سالب 2 كان بسالب 4، سالب 2 كان بسالب 4. سالب 3 كان بصفر، ادي سالب 3 كان بصفر. سالب 4 كان بستة، سالب 4 كان بستة خلاص. يعني لو انا حبينا ناخد بقى مثلا، ناخد الازرق ده كده واوصل القيم، اوصل ادي القيم بتاعتي اهي. يبقى ده الايه؟ ده المنحنى بتاعي. هنا اتجاه المنحنى لاعلى ليه اتجاه المنحنى الاعلى؟ لان معامل السين تربيع قيمه موجبه، معامل السين تربيع قيمه موجبه. النقطه اللي موجوده في الاسفل دي اللي هي سالب 6 سالب 6 سالب 1 وسالب 6 بطلق عليها ايه؟ بطلق عليها رأس المنحنى، بطلق عليها او بطلق الجزء اللي هنا دي بطلق عليه ايه؟ رأس المنحنى. يبقى ديت هنعرف ازاي بنجيبه دلوقتي، رأس المنحنى، رأس الايه؟ المنحنى. طالما اتجاه المنحنى لأعلى بسمي رأس المنحنى ده قيمة صغرى، أصغر قيمة عندي، هل في حاجة بعديها تحت؟ لأ، يبقى دي بسميها قيمة ايه؟ قيمة صغرى. يبقى رأس المنحنى هي اللي بتبقى لها قيمة صغرى أو لها قيمة عظمى لو كان اتجاه المنحنى لأعلى، لو كان اتجاه المنحنى لإيه؟ اتجاه المنحنى لأعلى. يبقى حل المعادلة هنا بقى من خلال الشكل البياني هنا، المنحنى بيقطع أو المنحنى اللي هو القطع المكافئ ده بيقطع محور السينات في إيه؟ في النقطتين 2 وسالب 3، وهم دول نقاط الايه؟ الجذرين بتوعي او نقاط الحل. يبقى مجموعة الحل من خلال الرسم البياني هيكون ايه؟ هيكون 2 وسالب 3 اللي هم بيديني الدلسن عندهم صفر اللي هو ده وده. يبقى 2 وسالب 3 هي مجموعة الحل. هل في طريقة ان ما يكونش في حل؟ ايوه، يبقى المنحنى ده من خلال الرسم البياني عندي 3 حالات لحل المعادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد. الحالة الأولانية أن المنحنى يقطع محور السينات في نقطتين، يبقى يوجد حلان مختلفان للمعادلة، يبقى مجموعة الحل ايه؟ النقطتين دول عند السين والسين هنا، يبقى اللام والميم، يبقى النقطة ديت ميم وصفر والنقطة ديت لام وصفر، يبقى مجموعة الحل اللام والايه؟ والميم، قيم السين، قيم السين وليس قيم الدالسين لأن الدالسين عندها الصفر. طيب الحالة الثانية أن المنحنى يقطع محور السينات في نقطة واحدة، فأنا يبقى عندي ايه؟ مهمة جدا جدا اللوحة ديت، يوجد حلان متساويان، هنا لو 5 يبقى 5 و5، حلان متساويان، حلان حقيقيان متساويان للمعادلة. طيب المنحنى لا يقطع محور السينات خالص، يبقى لا يوجد حل في ح، يبقى مجموعة الحل ايه؟ مجموعة الحل فاي. طيب عشان الفيديو ما يكبرش عن كده هنتوقف عند هذا الجزء، ونكمل إن شاء الله الدرس الثاني في فيديو آخر. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق. ما تنساش لو عجبك الفيديو بتعمل لايك واشتراك وتضغط على زر الجرس عشان يديك الجديد في القناة مباشرة. لو حابب تحجز حصة مباشرة، الدرس بيكون اونلاين، او تحجز منهج كامل، هتلاقي لينك التسجيل في اسفل الفيديو، في الديسكريبشن في اسفل الفيديو. الدروس متاحة بالكامل على اليوتيوب مجانا، ولكن حل الاسئلة كاملة وحل نماذج الامتحانات واعطاء نماذج امتحانات متوقعة ان شاء الله هيكون في ايه؟ هيكون كورس مدفوع. لو حابب ان شاء الله ان انت تشترك هتلاقي الرابط في اسفل الفيديو. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.